كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيتقالها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليثي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم، ويومكم زي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليثي وكلمة ونص. وكلمتنا ونص النهاردة عن الإدمان، إدمان المخدرات والخمور والمنبهات والقهوة والسجاير. اوعى دماغكم تروح لبعيد، لا، إدمان الإنترنت. في دراسات كتيرة بترصد وتأكد إن كتر التعامل مع الإنترنت بيجيب إدمان، يخلي الإنسان لازق في جهاز الكمبيوتر منعزل عن العالم، خصوصا بقى في الفيسبوك. في دراسة لموقع ويكي هاو الأمريكي بتقول إن الجلوس على الفيسبوك لساعات طويلة بتخلي الإنسان مش قادر إنه يسيبه، وإذا ساب الجهاز وبعد برضه للأسف بيرجع له تاني، مش علشان يدور على حاجة مفيدة، لا، لمجرد إنه يفضل يبص في الشاشة ويتابع البوستات والشات وغيره. وإذا بعد عن الفيسبوك تنتابه أعراض انسحابية زي اللي بيقلع عن المخدرات، وتلاقيه بقى بيرتجف ويحس بقلق وضيق. لاحظ إن الفيسبوك كان الأول في جهاز الكمبيوتر، بس دلوقتي معاك على الموبايل وفي كل مكان. والدراسات بتقول إن المواطن بيعرف نفسه إنه مدمن لو بعد شوية وحس إنه بيرجع تاني للفيسبوك، وإنه بيكتب أي كلام ويستنى بقى أصحابه على الفيسبوك إن هم يقولوا بقى إن كلامه ده حلو ويتفاعلوا معاه. الإدمان بيحرم الواحد من إنه بيستمتع بالحياة أو إنه يتعرف على ناس من لحم ودم، بيكتفي إنه بيكلم ناس افتراضيين ما يعرفهمش ولا يعرفوه، ومع الوقت بيبعد عن الحياة الطبيعية وبيغرق في عالم الفيسبوك من غير ما يتحرك أو يشوف الدنيا. ربنا يبعدنا عن الإدمان والمدمنين الافتراضيين. يومكم سعيد، ودي كلمتنا ونص. تحياتي عمرو الليثي. وبكرة كلمة ونص. إعداد أكرم القصاص، إخراج تامر حسني.